مرحبا، معكم الدكتور جميل عودة حتر، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل الطبي والعلاج بالليزر. راح نحكي عن تقنية المايكرو نيدل، وهي إحدى أفضل التقنيات لعلاج ندب وأثار حب الشباب، بالإضافة إلى مختلف مشاكل البشرة من مسام واسعة، تجاعيد دقيقة، علامات تمدد الجلد وتشققات الجلد، بالإضافة إلى أثار العمليات الجراحية. هو بعطي نظارة للبشرة وبجدد خلاياها. وفرنا في عيادتنا أفضل جهاز عالميا للمايكرو نيدل، وهو جهاز الانتراسيل اللي بيجمع بين تقنيات المايكرو نيدل وموجات الراديو فريكونسي. آلية عمل الجهاز هي عبارة عن إبر مجهرية دقيقة بتدخل في البشرة وبتحفز إنتاج الكولاجين في طبقات الجلد بصورة طبيعية وبنتائج رائعة. يحتاج المريض معدل 3 جلسات، الفترة بين الجلسة والثانية تقريبا 4 أسابيع، وتبدأ النتائج بالظهور بعد مرور 10 أيام إلى أسبوعين من الجلسة.